واحد بعتني سؤال عجيب شوية، بيقول لي بعض المؤسسات غير الربحية هنا بتساعد الراغبين في تملك بيوت، فبنقول له خذ قرض من البنك وشوف الربا اللي هتدفعه كام، واحنا هنديك قرض غير مسترد بهذا القدر بالفائدة. بنقول لو انا مثلا هاخد قرض يعني هاخد قرض 140,000، هيحطوا لي عليه مجموعة فوائد مجموعها في سنوات مدة القرض 60,000، أنا هدفع هاخد 140 وهدفع 200,000. لكن هم قالوا لي إذا أديت أقساطك في مواقيته إحنا نديك 60,000 حاجة قرض مسامح فيه غير مسترد، لنصل بك في النهاية إلى زيرو انترست. ومدة مؤسسة غير ربحية شغلانتها مش بتعمل فلوس، بتعمل استقرار اجتماعي في المجتمع، وعايزة توطين الناس في بيوت، ان بيعتبروا ان الحياة المستقرة ادعى للسلامة الداخلية وتقليل الجرائم وايجاد شيء من الهارموني والسكينة في المجتمع. قالوا انت خد القرض واحنا هندفع لك الفايدة في نهاية المدة إذا التزمت بأقساطك في مواقيتها. الخلاصة المسألة دي قرض ربوي في البداية يؤول إلى قرض حسن في النهاية. هو ده السيستم، ما أقدرش أغيره، وهذا هو طريقي للحصول على قرض غير ربوي والحصول على بيت زيرو انترست. بنقوله طبعا هو من حيث الشكل الظاهر القرض في البداية ربوي بلا نزاع، قرض اشترطت فيه الزيادة فهو قرض ربوي بلا نزاع، لكن لما كان ترتيب المسألة أن ترد إليك الفائدة وأن تصل بك في النهاية إلى قرض حسن. لكن هذا نظام في سرطان، نظام في سم مسمم، مش هيديك الحسنة إلا بهذا الطريق وإلا من خلال هذه الآلية. فأرجو أن تكون هناك رخصة في ظل عموم البلوى ومسيس الحاجة وعسر البدائل. يعني هو في النهاية سيعطونه قرضا حسنا، لكن يمرون به في الطريق عبر مسيرة ربوية غير نهائية غير مستقرة، هيرجعون الفايدة مرة تانية. يرجى أن يكون في هذا يعني قدر من الرخصة في ظل حياة الاغتراب التي يعيشها غير المسلمون خارج بلاد المسلمين، وفي ظل هيمنة الثقافة الربوية والثقافة العلمانية على المجتمعات والنظم والحضارات والشعوب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. يا ربنا يا واسع المغفرة،